قياس الطول الجزء الأول. الأهداف: لنرى الوحدات القياسية المستخدمة في قياس الطول. عند رؤية أي جسم مثل كتاب أو عصا، غالبا ما نفكر كم طوله، أو في عبارة أخرى ما هو طوله. عادة عندما نريد قياس طول جسم فإننا نفعل ذلك بمساعدة راحة يدينا مثل الأيام الماضية. استخدم الناس قياسات من نوع طول القدم، والمسافة من المرفق حتى قمة الأصبع إلى آخره لقياس الأطوال المختلفة، لكن هذه المسافات تتغير من شخص إلى آخر، تعتمد على حجم الجسم، وبالتالي مجموعة من الوحدات القياسية للقياس شكلت وقبلت. المثل الأفضل هو مسطرة القياس التي معنا في صندوق أقلامنا الرصاص. هذه المسطرة لها قيمة عظمى للقراءة 15 سنتيمتراً، كل سنتيمتر مقسم إلى أكثر من 10 مليمترات. أقل قياس يمكن أخذه بدقة بجهاز يسمى أقل عد. أقل عد بالنسبة لهذه المسطرة يكون 1 مليمتر. إذا كنا نريد قياس مسافات طويلة فإننا نستخدم وحدة المتر، متر واحد يساوي 100 سنتيمتر ويساوي أيضاً 1000 مليمتر، بينما لمسافات أطول نستخدم وحدة الكيلومتر. كيلومتر واحد يساوي 1000 متر ويساوي 100,000 سنتيمتر. حتى الآن لقد قسنا أطوال الأجسام التي لها أبعاد معقولة، ولكن هل تستطيع قياس مسافات صغيرة جدا مثل سمك هذه العملة؟ إنك لا تستطيع أن تقيسها مباشرة بواسطة مسطرة، ولكن يمكن عملها بطريقة غير مباشرة. خذ حوالي 10 عملات، رتبهم في عمود فوق بعضهم البعض، وضع مسطرة بجانبهم وقس طوله. افرض أن طول هذا التراكم حوالي 1.5 سنتيمتر. ببساطة اقسم هذا الطول على عدد العملات والذي هو 10، وبالتالي فلقد حصلت على سمك العملة الواحدة والذي يكون 0.15 سنتيمتر أو 1.5 مليمتر. المشاهدات التي حصلنا عليها بواسطة هذه الطرق الغير مباشرة هي فقط تقريبيا وليست دقيقة. للحصول على أبعاد دقيقة لهذه الأجسام فإنه يجب أن نستخدم جهازا أكثر دقة يسمى المسماك ذو الوراثية. المقياس العادي لا يستطيع أن يعطي قياسات أصغر من 1 مليمتر، ولكن المسماك ذو الوراثية يستطيع أن يعطي قياسات حتى 0.1 مليمتر. إذن لقد رأينا مختلف الوحدات القياسية لقياس الأطوال.